إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عدني الله منها وإياكم. وحين كسو جري دروس تاني بشهر رمضان، أحكام رمضان، سؤالين كجوابين إن شاء الله. وحان رجين إن ما أنت سؤاله هي أحكام إن ختنا دورك عش أنت بشهر رمضان نقهر لنا مارتي دروس كلا أو محن كرة مارتي التاريخ الإسلامي، يعني مارتي إن إنه قلنا إذا كلاهي سؤالش لنا سوي دي قدام بيسا إن دوني ما أنت إن كجواب يدردارنك أن لبعتن كاد درسي بشهر رمضان كسو ختمينه وحويا نبا وحلي هاي ما بنان تهاي هذه كر عيد ما كيدتك عيد تكدان والله يسوهم بلي يا أمارة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حي دين تكغبتها وحول بين اللي سويدية شرع عليك متى لأن هذين نهي أمد محمد نهاي أهل السنة والجماعة نهاي أمدي سلفك أما الرسول كي يسحاب دي سئيو تابعين تي تابعتي تي أي ماذا تدكي لازمة طريقة صحة هي وحيابها إنه كده وإنهاي فرق ضالة وحكم ده إن وح والبا إنه يسوي دينه أو دين إلهي وقد جانا إنه شريعة هذا ما بنات مثل ما بنانا حيا للرسول كي ينقدر دار محر صلى الله عليه وسلم مرتي فعليكم بسنتي طريق الراع سنة وطريق رسولك وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سنة كوا أنيق خليفة جن غندو أنا دبا ذي إيمان دو أنا سنة الراع عضوا عليها يدا مرتي قنينة مرتي بالنواجد واللي بقى واستنبيت كده بكو قنينة وإياكم ومحدثات الأمور دين توحيابها الوسو داري دونو قفل بها ودي سلا آدي دونو إسكا إلالية إسكا إلالية لأن هذا مسلمين توحين أغنين شيعي سني شيعة دو حكا لكم اللوين مركي في دنادي دعضي علي بن أبي طالب أو النور أي قلوي كسمي النفتيس ويدا هذين علي يوم هذيك يا حق لها أبو بكر إنه حقوق قاتم مارت حقوق الله دورتمايهين عمرين حقوق الله دورتمايهين رسولك نوا كندر دار ما يلي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خلفتنا وحاقوا مدنا أبو بكر وصديقها ومدنا محد كويتش مع ذلك إلى هنا قرآن كي نوشي ومن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين باكو حيا والشهداء شهداء دين عمر باكو حيا يعلينا عثمان يعلي سدح بالشهداء هاي والصالحين وحسن أولئك رفيقا مركا إيجو محايدا مآن قلوبا كدعي وصنة النبي كبيرين لأنه وحى الله مركا قبادنية نقدان ملايين حديث أو ضعيفة هي مصائب يدين كبح أي لي مدن أي ليهين أهل بيتك أي حق لها قلوجي يبادن النمدي يوحي قرسني يوحي كاني مركز دمبه إن يرهضان على بالنبيها إلا غفكو مارتي مركة والسنة خلافه ويشعد الله مرترتمه يعني مصيبة رعيسة لأن الدين تي أردن ويبرحين ويبابيين والعياذ بالله. لذلك يعني هذين أهل السنة هاي حيبها إنه في تنك كبد بادي إنه يفرق الضالة وين إنه وح والبا وين الدين كده جاني إنه وين اللي سوي ديا وحيابها الدنيا ده لب ملها أو الدنيا ده يعني مرتوا وح مباح أو بنان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وح كسا الدنيا إن تكنولوجي يو ديجيتال يو أغريكالتشر يو إيكونومي يو هرمركة الدنيا يو انتظر محمد كره مرتين إن هرلو مري نلاش عافيماتك وحصل لهم مصالح ذا مرت إسلامي وينوغو يريو أو أخ مقاصد الشرع هذا إن يعني أرواح ذا مسلمين تلا إلى ليو عافيمات كيردن يو حسوا قال يهلف كي يردقاليه ينلاشوا دي إن لا إلى ليو مرت ليك مسلمين تا دفاعي يدولة دي إن يلتو كونستيوشن يكردن بين يا مرت حب بسوا قال إن محمد كره عقل مرت شرع هذا إلى السو حسوك ليه
daroogadii iyo maxaan ku dhahdaa khamrigii iyo qaadkii iyo xashiishadii iyo wixii dadka baabinayay in la diriro, in la ilaaliyo cirdiga iyo sharafta muslimiinta. Diintu waxaa soo gelaya in la ilaaliyo zinadii iyo xumaantii oo dadka nasabkoodii iyo maaratay qof waliba inuu qoys xalaal helo, xanuunkii HIV iyo qudhun iyo masaaibka adduunka jira oo dhan laga bogsado, in la ilaaliyo maalkii oo dadka muslimiinta in qof waliba maal uu yeesho oo muslimiintu maal caama yeelato oo mid babliga yeeshaan, yani maaratay oo ilaahay baa qur-aanka le maaratay walaa tu sufahaaukum amwaalakum maaratay la tijcal lahum maaratay lakum qiyaama, yani sufahada maalkii laga ilaaliyo, la xisaabiyo, auditing loo sameeyo. Marka systemka adduunku maanta uu ku nool yahay waa systemkii shareecadu u dhigtay. Marka waxaan wax walba is weydiinaynaa rasuulkii baa le calaykum bisunnatii, sunnadayda raaca, wa sunnata alkhulafaa arraashidiin almahdiyiin, sunnada kuwa idin hanuunin doone hanuunsan, yani ilaahay iyo rasuulkiisa maaratay adeecsan raaca, wa maaratay cadlu calayha gowstambeed ka dhiga, wa iyaakum muxdathaati alumuur, mar walba waxaa ka fogaataan waxyaabaha dadku diinta ay kusoo dari doonaan ee firaqu daala dadku shaydaanku kaxaysan doono ay maaratay kusoo dari doonaan. Cali oo nool bay qaar yidhaahdeen intay nebinimadii dhaafiyeen ilaahay baaba tahay ba waliyaadu billah, ila farqu daala waa sidaas. Xataa nimankan qullaada suufiyada iyo qullaada shiicada iyo qaar baa ku yani ku xadgudba qof shaksi ah, qof shaksiya bay koranaya wax walba wuu isiinaya waliyaadu billah, laana shaydaanku waa cadow uu ku kadinaya. Markaasaa cali bay u yimaadeen markas yidhahdeen adaaba ilaahay, cali wuu muraaro dilaacay waa kii gebiyaaye lahaa, falamaa ra'aytu amran amran munkara ajajtu naaran wadacawtu qambara, markaan arkay buu wax la yaab leh ayaa waxaan shiday dab, qambarna waan u yeedho waxaan ku yidhi dhuxul la kaalay, dabeedna nimankiibuu dabka u dhigay wuu gubay gebigoodiiba. Cabdillahi bn cabaas baa u yimi yidhi naarta ilaahay mooye cid kale wax kuma gubto mana banaana inaad maxaan ku dhahdaa maaratay inaad laysunbahed, yani nimanka kadib baaqigoodii baa yaacay. Marka shiicada qullaadee raafidada ah ilaa xataa roobka unkaday xukunaya calaa unkadaya waxay leeyihiin 12 iyo 10 casharya 12 imaam bay sugayaan oo cali iyo maxaan ku dhahdaa caruurtiisii iyo caruurtiisii kale ka dambeysay iyo kuwii ka dambeysay iyo waxay leeyihiin 12 imaamba waa maaratay waa maaratay cismay leeyihiinoo sida ambiyadoo kale ma dambaabaan oo yani masaaibkaasoo dhan waxaa keenay sunnadii nebiga ka beedheen, yani maaratay system qabali ah oo maxaan ku dhahdaa munxarif ah oo yuhuud iyo balaayo iyo cabdillaahi ibnu saba iyo dad doonaya diinta islaamka inay dhidibada u saaraan ay ka faa'iidaysteen ayaa maxaan ku dhahdaa ay diin ka dhigteen. Diintuna hadday qalloocato looma taa kale wadiga hakim maanta nasaara oo nabiyullaahi ciise maxaan ku dhahdaa diin sax oo injiila haystay maanta waxay taagan yihiin ciisaaba ilaahay waliyaadu billah. Marka ibliisku meel lakaaga hadhi maayo, bal ee ibliisku ama shubho ayuu kugu luminaya ama shahwo, waxaana khatarsan labada shubhada. Qofku shahwada ku lumiyo ee ama naagaha jecel ama lacagta jecel ama qaraamka jecel ama heesaha jecel wuu isagii inuu dambaabayo, wuu isagii inuu dambaabayo. Lidalika inuu soo noqdaabaa maaratay markuu weynaadee shahwada ee ka yaraato haddii ilaahay uu jaanis siiyo ayaa la arkaa uu ka toobad keeno. Laakiin qofka shuhbada ku luma sida imika waxaanu ka hadlayno wuxuu isu qaadanayaa inuu dariiq xaqa haysto, inuu dariiq xaqa haysto. Daasa culimmadu waxay dhahdeen ibliisku inuu shubho kugu lumiyo ama bidco kugu lumiyo ama diindarro kugu lumiyo diinkaaga dhigo wuxuuyaan wax aad iyo aad u khatar weye, wax aad iyo aad u khatar weye. Marka masaaibka maaratay masaaibka qofaa wuxuuna weydiiye uu leeyahay marka la ciido dadku waa kuwan isu tahnidaya ma banaanta mise ma banaana, haa ciidda in laysu tahnideeya way banaanta. Waxaana u daliila rasuulka sala allahu alayi wasalam axaadiis baa ka sugan rasuulka sala allahu alayi wasalam. Axaadiistaa waxaa ka mid ah waxaa jira saxaabi loodhan jiray saxaabi loodhan jiray Kacb ibn Malik, nebigu markii uu qaswatu tabuuk aaday oo 30,000 dhowr iyo 30,000 oo ciidana ka haystay oo waqti aad u kulahayd ayaa 3 saxaabiyo munaafiqiin badan oo dhowr iyo 80 iyo 3 saxaabiyo maaratay saxaabadii waaweyneyda ayaa ka haray. Munaafiqiintii lama karbaashin ila ilaah baa wuxuu qur-aanku sheegay waxay u hadheen inay gaalnimo iyo munaafiqnimo ahayd. Rasuulkuna way cudurdaarteen, cudurdaarkiina uu ka aqbala inkastoo lagu canaantay balaydhi maaratay ilaahay cafa lahu canka lima adinta lahum, ilaahay ku cafiya maxaad ugu idantay yani maaratay oo laakiin rasuulku maaratay maadaama ay munaafiqiin yihiin yani wax dhibaata maaratay uma geysan, wixii ay sheegeenna ilaahay baa inay been sheegayeen maaratay qur-aanka kusoo dejiyay suuratu tooba. Laakiin saddexdan saxaabi dib baa loo dhigay toobadoodii. Markii saddexdaa saxaabi toobadeedii 50 habeen kadib laga toobad aqbalay kadib markii la karbaashay ay maaratay wadaaqad calayhim alard bima raxbat ee arladu ay ciil ku noqotay ayaa wuxuu leeyahay
الصبح صلاة هوري كعب بن مالك حراني قلت تكدي أيا سمعت طوحا كما عليه الصوت صارخ قد قيلنا يا بنو غلط يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك كعب بن مالك أبشر بشاريسو تبدأ فذهب الناس يبشرونني تتكي با صويا أيغو يبشرين أيه رسول كيبانو صلى الله عليه وسلم تتكي با كوح كوح إلى كل مي يجو مرتي يهني أونني مرتي بتوبة توبة إلى هيك أقبلي يجو تهني ديني ويقولون ويقولون له لي مرتي لي يهني كمرتي توبة الله عليك توبة إلى هيك هكو هدي مرتي هكو تهني ديسو حتى أيام يعني مساج كي صار قلي رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة دي هريري سفر دي وحكم هذا الحين ابن عبيد الله أيا أنتو صو على ري محنك رامركا أنتو إيه تهني دي اللابتة محنك رأي ساري وحلوالي يا الله من إلاوين إلاوين ما يسود يقول تهني حديث كاسنا بخاري مسلم يسونه كوكي الله حديث كاسو الدليل هي قفك هدي وح فرحدي أي كوي مادن إلا تهني ذي كرا أبد كل يسقط تهني ذي أرساق ذا تعلين تا جامعات كا عروس كا مرت ولا سقط تهني ذي مركا لفتي كسوا عروري أتقبل الله منا ومنكمنا صحابة يسود مرت يسقط تهني ذي شتى أو حصوص عري إمام أحمد يا إمام بيهقي بكتبته هذا سنة في عنك صوص عري وحلي هي نيل هذا محمد بن زياد وتابعين تيا كنت مع أبي إمامة الباهلي صحابي أبي إمامة الباهلي أيان لا تشوقي إيو صحابة كلا أو كم دي هاي مرت نيل رنشل واصلة تمرت مرت واصلة وكم دي هاي مرك صحابة دي رسول كقارك لم يدان لا تشوقو فكان وحي هاين إذا رجعوا من العيد مرك العيد كسر نقضان حي رنشلين يقول بعضهم لبعض بركة 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 وحي كورنشلين تقبل الله منا ومنكم إلهي مرت هنجا قبله إذنك يا نجا مرت روايات قار صالح الأعمال أعمال شو ونكسن عيد إليه نجا قبله مرك إن عيد اللي سوته هني ديا ولبا لفت قال اللي سوته هني ديا ساس الصحابة دوا صار راي سنة ككو صار راي وسنة في عن إن اللي سوته هني ديا ما ننتهاس أو خير مرت وحليس السيانة وبنانتهاي وحام بنانين إن دتكو إني جلها وعيد ودبنا للدبابه ودتكو أما خمار أما محنكر أما مرت قبلها القاوية أما مرت وحيابه مرت معك اختلاط أما أضو أنت أصلا صفر أحسن عشان يدانكم أنت إنه كافة إديسته وحيابا منكر قاربا مرتقات سوق إنه كل ما نعيدنا ولا قيلة يا هذا يقول عياذ بالله حوله ببابينا يا تركيسي ببابينا يا حواديسي حوليسي عقليسي دينتيسي مرت ومنكر وي منكر وي مرك اللقمة عيده منكر اللقمة عيده منكر يعني قف بختك وعفري هنقن هذاك وإن عيداء وحيابها يعني الطيبات كأه إلى هي إنه حلالي وين تكون إيدا أوردر في عن صوح حرتها أوردر صب هذا ذي ليسو هذيك أنا كاجي كاجي كله كوقف في عن حرتها أساس مركب ما دام أن ما أنت أحكامتي صنطة ما أنت درس قيل بعتناد ما أنت أن ختم إنه ويجا إنه هدينا مرتي دروس محنك ولا تاريخ ذا النبي جاء تاريخ ذي مرتي خلفاء ذا ويا سيرة ذا مرتي مساج ك ويدوبان وأنا خير مالك استمر كمرك تاريخ دمارة الخلفاء ده يدي أنك جرنا صحابة ده بينه طبعا كشيء جلين دولنا إذا كإلهك سين الإسلام قبل حقوقه إنه رقم كيسي رقاليه سي دون كمارة إلا السистем هو نظام ده الإسلام هو سистем ده نظام ده مرك وحنكون ما أنت دردارك عن أن كلمة إذا كل ما يصير يا ما أنت أو مارة أحكامتي ربنا ته وحندون الناس ده إلهي سبحانه وتعالى بشاس وخير كبدين نوسي إنه خير كود ذلوا وقرآن كسيدة لأنه غفر دي عليه أين أدبقنه إلهي قرآن كوحبي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحالي إذن كفر دي عليه صنطة سيدي أمدي إذن كوريه أنبياء دي لو غفر دي عليه محالي إنه غفر دي عليه إلا دوام حي مارتي لعلكم وحمدنتين مارتي تتقون إلهي كعبستان مارك عبسي داسي وشي رسمي رمضان توحي إنه كفى إدي سنة إن عبسي سرسول كنوع شيء صلى الله عليه وسلم وإني عبسي إنه سيادة رسولك حديث القدس جاء أبو هريرة شل لين ويدين أي ومرت إلهي رسولك وحلي إلهي وحكوري إلهي ولي عز وجل كل عمل من آدم له عمل كستين آدم بس كله إلا الصيام صنت مو يعني فإنه لي أنا صنت إسكله وأنا أجزي به أنا أبا المرنية والصيام جنة صنت وقاشان حمان أردمي قاشان كاغان غنسا فإذا كان يوم صومي أحدكم متكين مركا أسوميه فلا يرفث حيابها الدمر كيو تشتين كرفث كواحل أرداء شي كذا حاساوه الدمر كجماع أيو حاكو شقاله هديك إيه مارتي الدمر كمارتي إيو مارتي الولا كفتمو أيالي رضا مركا فلا يرفث
يعني رفض كاي ليمن ولا يصخب يانو قيلن ومارت قف مارت لو سومي هو خياره فإن سابه أحد هدي قف عايو أو قاتله أما ولدره فليقل هيدا هذا إني صائم رواية كقار إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم هيدا هذا حول رسول كل حديث كبخاري مسلم باوري وكذلك من حديث أبو هريرة رسول كل عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول زوري إن كان كتجين هذا الكبين تايو والعمل به هذا الكبين تلو عمل فليه فليس لله حاجة إلى هي أمبا هنا في أن يطع طعامه وشرابه يعني قف كان يمتد سي شراب كيسا كتبه إلى هي أمبا هنا حير هي أمبا هي لفتك أنا بخاري بسكالي ولذلك من حديث أبو هريرة روح رسول كسو صلى الله عليه وسلم الرسول كيولي ليس صيام صنت ماها من الأكل وشرب إن أبتانك يمتد لقتك صنت ماها هذا بالحديث كادو ليسو ومن كلام النبوة وكلام كي مارتين نبي نبدا ووحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول كو خليه انتظر ما ليس صيام من الاكل والشرب صمت ماها ان افك لغا هيستو او قرا ابيتانك يا عنيتانك انما الصيام صمت وحي وي ان لغا تغو من اللقو وحيابها اللقو غا كو ان لغا تغو وحا لو يقانو مارتي رفضك رفضك ان لغا تغو ووحيان كسو شغني رفضك ان إن محمد رأت كتكتو وحيابها جماعة إيو مارتي وحاشي كوينك دومرك مارتي تشاتنك إن أتكتكتو وحالو يقانو محمد رأت مارتي وحيابها كلامك الجهلي إن أتكتكتو رسول كوح لي فإن صابك أحد هدي قف أوك آيو هذا بلو فرصة أو جهل عليك أما أو جهل لما سمعيو فقولوا حتى رأي إني سائم إني سائم وأنا قوان صومانا هاي أنا قوان صومانا سيدا عليك هذا بلو فرصة وقف الرباء إنه يلاه أنا قوان صومان هاي أي الله يرضى هديك يعني أنا قوان صومان أنا قوان صومان سأل أبو رسول كري صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كان ابن قزيمية حاكم أي وري صحيح المسلم كان وكيا لا علمت البنا في الواقع صحيح أحاديث الرسول كوحى كم إذا صلى الله عليه وسلم حديث كأبو هريرة وري الرسول كيري رب صائم حديث كأدب الجسر وحلقة يا أبا نين صومان ليس له إن الله من صيامه إلا الجوع قاتمه يعني يعني الله من صومني بدن على كلمة ربا أما تقليل بيفايس أما تكثير حق اللغة العربية يعني ربا بدن عليه صائم ليس له من صومنا أنا أصبنا من صيامه إلا الجوع قاتمه يعني والربا ما حنقول قائم الله بدن عن هذين كيوردس سلاتول اللي يتراوح تاجن ليس له أنا أصبنا من قيامه قيام كيسة إلا سهر سجد ما يحكى عن كلهين حديث كان وحوري إمام النسائي ابن ماجة ابن خزيمة حاكم شرد مرتي وحانو حاكم يلي رجاشة محاكم راس مرتي بخاري شرد قيسة أي حديث وافقسني هاي وكذلك علمت الألباني حديث كان وحلوه صحيح حديث تنوردن وحينو كاق آذان إن أينو يتصانت مرتي دادالوك بيهانبا قود هان إما كإنتي نوهر ديو لبا أينو فرادين إنو ليلة القدرك هذا ما أنتو حينو صامان إلا بيلات حينو هريبا ستيد معلو دي نوهر دي إنت الله هو هدي كلنا وحي نهر تدوه معلوم مركا إن أين إنت هكي لاشا نسونتين وحيابها الرفضك لقويك مارت أقوان درده محمد عمارا يعني قف كيب بالودلي إن يسكد ديو إنو بالودلي سكتشو تشيو تدك قاربا قادك عنا ربضان تسكد دينا قادك كتخلصتو قاربا سيارك أبا إنا كتخلصتو قاربا هيسا هي موزيكا ديستا اللي ديها قوي صومناي إنا موزيكا إيو وحيابها مارت داقن كحنا inaad ka taxalusto yaani waxyaabaha dhaqanka xun oo dhan waxa laga toobad keenaa bisha Ramadaan bisha Ramadaan waa bilaha toobada iyo Ilaahay qofku wuxuu doonayo oo dhan Ilaahay ku xaliyo ha wa bisha Ilaahay ducada aqbalo wa bisha Ilaahay qofka bedelo nala la ma yagur baqwan hatta yagur ma bianfusin dadka qoomku waa meesha wa bisha lagu talagalay dadku inay isbedelaan oo noloshooda ay bedelaan marka ahadiistaas oo dhan waa inaynu ka faa'iideysana ha waa inaynu ka faa'iideysana روايات كقار حديث كرسول كوحو ليهي رب صائم حظه من سيامها الجوع الله بدنا نين صومن ورديفت وصون تسكيري هاي تهي وقرة قاتشو يوال عدش وحلو يقانو هرات ورب قائم بدنا نمد تاغن وهبين كوردن مارتي تهجد يو سلاة ترايوحو تاغن وحظه من قيامها السهر سجيد مارتي كفا إداية مارك ولا ليال سيئنان كوا النقن وينو الى لنا مرت امر ارجينا وينو الى المقل كين قلبي كين فكر كين مسكح دين وحاصل وينو الى لنا وينو وينان ما انتو صومنا هي
يمانتا اين صومانين واني اني اسكومن نغن وانا اسكومن نغن بشهر رمضان انت كاردي وان قرانك لغا فايستا قف قرانك على الاقل مره قرانك دا تقانو وانا هل مره ميسا هدانا قرانك دانا قلنا انت تقانو وانا هل مره ميسا dadka qaar baa laba jeer dhameeyay saddex afar shan dadka qaar baa dhameeyay lama ogola saddex maalmo quraanka wax ka yar in lagu dhameeyo saddex maalmo iyo wax ka yar lagu ma dhameeyo laakiin afar shan taa dadka wax ku dhameeyay kartaa dadka qaar baa toddoba jeer sideed jeer hadal u fursad dhameeyay quraanka way inuu dadaala oo arintaas martay waayo bishan waa bishii quraanka shahr ramadaan alladhi unzila fihi alquraan hudan linnaas wa bayyinatin min alhuda wa bishii ilahi bishii ramadaan soo dajiyay iyo quraanka محن كذا يذو القرآن هو هنون يهيد دتك يعدين يفرقان حمانته يشرك كلا سارية إلهي وحده إن أنزل له في ليلة القدر قرآن كواح نسود تشني مرت وح نسود تشني هبين كليلة القدر أيان سود تشني يعني مرت مرك قرآن كا يليلة القدر كا يطبان كذن ب يتكاف كا يوم حن كذا تراويح ذا يتهجد كا وحيابها نعموين كإلهي نسيج imrigeena hadda inta halkan ku jirta iyo inta aynu sarki doono inta noolaan doontay bisha Ramadaan gaari doonta garanmayna macna sanad walba inaynu sahay qaadano baa ilaahay chaaniska noo siiyay aan sahayda qaadano deeq deeqsinada aan badino ninki wax yar reeraha waxa u diro dadka qaraabada waxa loo diro caruurta laga farxiyo agoomaha hal la iitsiyo qof waliba wuxuu awoodo maartay gacanta la furo rasuulku sallallahu alayhi wasallam kaana maartay wuxuu ahaa ajwada naas bisha Ramadaan ka ugu deeqsan buu ahaa وأجود مرته وكان أجود ما يكون في رمضان وحانو وسيد يغسنا بش رمضان حين يلقاه جبريل مركه جبريل لكل من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقاه في كل ليلة هبين كستا جبريل يا رسول كوي كل مجرين أو رمضان فيدارسه القرآن قرآن كي ودراسين جرين رسول كوحها أجود بالخير من ريح المرسلة حاجة يغسني ماذا يوم مرتي وحلو يقانو دبيلة دري يسقى أيام حمرة إسرة إسرة ستوبيت ستوبيت وحاصل أن سيد رسول خدي خسنا صلى الله عليه وسلم حديث كان بخاري يا مسلم أيا وريي بخاري مسلم وريي مركع على كل حال وحني دكوك جب الجبين يا وحني دكوك جب الجبين يا خير الله نسيو إن أي نمارتي دلال أو أعماش راس يا حكام تاني سخرين أن كفى يسنو أنت أصلا ما أنت مارتي كو ختمة يا دروستي لو بعدين كعشان نسوي إن أحكام رمضان برينا إن شاء الله مارتي تاريخ الإسلامية أبو بكر بين دون دونك بلا بدون إن شاء الله أما مقدمة إنه صمين دونا كدي من أبو بكر عمر يجي إنه كجعدنا أيه آخر دونا بل سين النظام كي إسلامي جهاي أيه مارتي شريعة أدينا وحقف عنه بشه خير كبدا وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه ورحمة الله وبركاته.